السلام عليكم. توفي والد اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان بعد فوز الجزائر وتأهلها للدور النصف النهائي، وكتب اللاعب على صفحته الرسمية: والدي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما توفي مناصر آخر يدعى سمير براني أمسية أمس إثر سكتة قلبية مفاجئة خلال مباراة الخضراء ضد المغرب، وينحدر هذا المناصر من باريكا بولاية باتنا، وتوفي بإحدى المقاهي أين كان يشاهد المباراة هناك، ويبلغ 54 سنة. توفي بعد تسجيل بالليلي لهدف التقدم. كما لقي مناصر آخر يبلغ 14 سنة مصرعه بعد سقوطه من شاحنة كانت تقلهم بمحور الدوران أمام مديرية الثقافة بولاية تندوف رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنته وألهم ذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.